انتيغو اليوم هي عبارة على تطبيق جد باش تجدد الرؤية للتنقل السريع والذكي في تونس عبر شبكة من الدراجات النارية اللي موجودة في ولاية تونس الكبرى. احنا توا في مرحلة البث، المرحلة التجريبية إلى حد 15 ديسمبر، إن شاء الله ابتداء من 15 ديسمبر الأسطول باش يتعزز بدراجات نارية أخرى، باش نوصلوا ل 50 دراجة في غضون الأسبوع القادم. وقتها نجمو زادا نحكيو على شبكة من الخدمات الأخرى اللي تكون متوفرة أخت التنقل، باش تكون خدمات توصيل السلع المقتنيات عبر الإنترنت والعديد من الخدمات الأخرى اللي باش تكون انتيغو حاضرة فيها. قانون الاستثمار الجديد اللي جاء في تونس يعطيك الحق اذا كان فما فراغ تشريعي باش تخدم على روحك، اذا كان نشاطك مش مخالف للقانون. نحن اليوم عندنا شبكه نتاع دراجات ناريه، ماهيش سيارات، ماهيش مجهزه بعدادات طبقا القانون عدد 33 نتاع 2004. احنا اليوم نستعملوا تطبيق للتنقل، العقد موجود ما بين الحريف والشركه عبر عقد الكتروني. كل جملة هذه المعطيات تخلينا اليوم أولا نقولوا أنه قانونين احنا عندنا الحق في الوجود، ثانيا احنا مانيش منافسين بالتاكسي التقليدي في تونس، احنا فكرة جديدة أخرى جات باش تكمل التاكسي الفردي. واحد بياخذ 100 تريس في العربيه عنده 3 سنين بطال ورضا باش يخدم الخدمه هذه، وما شاء الله ماذا بينا شباب يخدموا على دي بتي بروجي كوم سا، هكا الدوله ترتاح منه، بالعكس الدوله باش تاخذ لامبو باش تاخذ الخباضه باش يخلصوا كل ما يعمل بروجي باش يخلص عديد، هكا ارتاحت منه شد بلاصته. التاكسيات راهو رزق حد ما ياخذوا حتى حد، التاكسيات ما تكلمش على التاكسي جماعي، ما تكلموا على التاكسي جماعي، بعد سكت على الواحد، هذه بلاصه. أنا تمنيت كما في مصر على الأقل تهزوا ثلاثة بلايص، سي تري زامبورتون يربحوا الوقت. الإنسان باغ إكزومبل أنا باش نعمل تونس وعندي قضية وكل شيء باش نهز كرامتي، أول حاجة ما نلقاش نحط، باش نعمل بوليسيون الثنية، باش سافا دوني أمورتيزمون دو ماتريال نتاع البياس مش نشريهم أون ديفيز، معناها ريت الفواياج هذاك كيف نلقى هذايا باش على الأقل موتي بخي ولا لو أن كارت بخي، جو سوي توجور بينيفيسير. كيفاش تخدموا كيفاش كيفاش وشي يخاون بون كيف قال ينتردي عليا راني ما نجمش نهز الكلمة تدخل الابليكاسيون شافت كيفاش فلان يخدم كذا وفلان يخدم كذا فلان ستارت اب بلوتو كيفاش تبعها هكاكا دوك هنا نجي نشوف بحال اليوم مانيش بيخدم صحيح وزارة النقل لم تصدر قرار شروط في حكاية معناها لي موتو هذوم، لكن فما في المقابل إجراءات يلزم الانضباط بها، يلزم تكون مؤسسة معنوية فيها معناها فهمتي ولا الكفاءة والمهنية وفيها الجنسية وفيها برشا شروط، ومع هذا فما عقد يلزم يكون موجود ما بين الحريف وما بين فيه معناها هوية السائق والعربة وكل شيء والإتينيرير والدنيا هذه الكل، يلزمها تكون مضبوطة في عقد. احنا الموضوع هذايا المستثمر جانا وحكينا معاه وقدم لنا ملف كامل وقاعدين توا في وزاره النقل رانا ندرسوا في الوضعيه ومدى قانونيه الاجراء هذا، واذا كان معناها تبين انه معناها
قانوني ويخدم دون لي ريغل دولار في كل واحد، ما عندناش حتى اشكال احنا في وزاره النقل معناها.